السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاعنا اليوم اش راح تكون؟ على ان صالون ولا شومبرا كوشي ولا بروموسيون؟ هاد لا فيديو راح تكون سبيسيالمون لخاوتنا اللي رايحين يجوزوا الباكادو ان شاء الله. دونك جينا نفوت لكم ان ميساج اللي بالك تشوفوا راح يطلع لك المورال، واللي بالك راح تتموتيفي به، ولا سينو راح نمد لكم دي كونسي وراح نبدا انا هكذا ليكيب وعسى واحد اخرى اللي راكم تشوفوا فيهم. الله يبارك خويا محمد وخويا لامين خويا ميدو ومام خويا كازميكا خويا وسيم، هادو ما راكم تشوفوا فيهم عندهم باك وعندهم ان اكسبيريونس، بالك يمدوا لكم ايدي اللي راح تفيدكم وراح تزيد فيكم. دونك خاوتي انا نصيحه اللي راح نمدها لكم، حاجه الاولى العاسه الاولى خويا امن بروحك وادخل بمونتاليتي تاع جيت نجيب الباك ونروح، هذه هي. عسى واحده اخرى لو فات اللي وصلت نيفو تيرمينال عرف باللي قادر عليها. عسى واحده اخرى نتاع عام كومبلي وتتقرا وتخبش في الليل وكامل تفكر هذوك لي مومون اللي ساكريفيت فيهم بوقتك ساكريفيت فيهم بالفون تاعك اي حاجه باش تدي الباك. وعسى الاساسيه تفكر والديك، تفكر دائما والديك باللي لازم تفرحهم، ودير في بالك باللي الفرحه تاع الباك راح تكون غراف غراف. وعسى لي دابري ليكسبيريونس تاع خويا العزيز، اياك ثم اياك تخلي الورقه فارغه، ما تخليش الورقه فارغه. واش يجي في بلوك تجيك في راسك حط بلوك. هايلا نزيدو نفوتو لخويا ميدو راح يقول لكم كلام. نتمنى لكم التوفيق من جميع واحد حيجوز الباك، والنصيحه تاعي لكم هي انك تشوف روحك سيرتو لا ريفيزيون. كاين اللي يقول لك ما تريفيزيش، كاين اللي يقول لك ريفيزي، تشوف روحك قادر تريفيزي ريفيزي، تشوف روحك ماشي قادر تريفيزي خلي الغدوه ان شاء الله. شوف تلعب كومبلي واش كنت تقرا واش كنت تريفيزي، استف روحك ريح مخك، وغدوه ان شاء الله نتمنى لكم كامل التوفيق لكم انتوما كاع اللي عندكم الباك. ونعطي الكلمه خويا ويام. انا نقول لك خويا عبد الرزاق باللي لا يبدي مؤمن من فرحه الباك، باسكو فرحه الباك وحدها. مون خاوتنا كامل كيما راكم ان شاء الله باذن الله، مادام راكم داخلين بنيه تجيبوه تجيبوه. دونك امن بروحك، امن بوش درت بوندون عام كومبلي وتتريفيزي كيما يقول هذه ليله الرعد. دونك بون كوراج خاوتنا، وان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحكم كامل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كيما قالوا خاوتنا بالتوفيق للجميع الناس اللي عندهم الباك. من بين النصائح عفوا اللي نقدر انا نمدها لكم ونقول لكم كيما قال لكم خونا عبد الرزاق، تنوضوا بكري يعني اياكم الروطار. ثاني لي زيكزام يعني كي تكونوا تجوزوا، كي تجوز واحد انسى لي يعني انساه، شوف واش كاين قدامك، شوف يعني لي زيكزام اللي راهم جايين، ما يعني ما كاش ستريس ما كاين والو، حاجه سهله. دي زيكزام كيما اللي جوزتوهم من قبل كيما هذوما، وهذه هي. وزيد خونا وليد خويا عبد الرزاق. بيان سور بيان سور راح نفوت الخويا وليد ومن بعد انا نزيد لهم كلمه، انا نهضر بزاف خوتي الله غالب. خويا وليد، خوتي خونا وليد عنده باك في الدنيا وعنده باك في اثاث ثقه وواعر بزاف يمد لهم نصيحه. بارك الله فيكم خوتنا، انا نتمنى لكم كاع التوفيق وان شاء الله تجيبوه وان شاء الله تفرحوا، وربي يقدر كل مؤمن ان شاء الله، وان شاء الله اللي راهو في قلبه حاجه ان شاء الله ربي يمدها ربي يمدها ان شاء الله. وخاوتنا اثاث الثقه نتمنى لكم كل خير وربي يقدر كل واحد. اخويا صهيب وربي يحفظكم وان شاء الله تجيبوك كيما راكم ان شاء الله. هذه يا خوتنا. وحاجه واحده اخرى، شت كي تكمل ليكزام غدوه واش يجوزوا تربيه اسلاميه وعربيه، مازال لي شافي ومازال هاي ظاهر يبداو بهم خوتنا. دونك شت كي تخرج ما تبقاش شت وين يكونوا مجمعين يبداو يهضروا واش درت هذه، اهرب منها اهرب اهرب اهرب، روح ديرك كل مليح. طلع لك المورال خويا عبد الله. لا لا ما طلعش المورال صدقني والو هرب عليها. كيف انت تقول لي درت صحيح وخطا، انت تقول لي صحيح وانا نقول لك خطا، ومن بعد تبانيكا وانا نتبانيكا، ومن بعد ندخل الاكزام اللي موراها كامل مهاوش نخمم في هذيك صحيح وخلينا منها. تسمى تشوفهم يهضروا على بس رات لي وانا نقول لك خلينا منها وبالك، وان شاء الله تفرحوا وتفرحوا والديكم وفرحينا. كاين هذوك اللي تحكموا بالخلعه تاع يبداو يدوخوا كامل هذوك، يعني ميساج سبيسيال ليهم الله يحفظهم. لي دوخوا كاع هذوك اللي يبداو يدوخوا يخلعوا السوجي بمجرد ما يشوف السوجي يقول لك هذه ما قريتهاش هذه مانيش مريفيزيها عباد بلي رايحين. شوف شوف صدقني هذا بوان بزاف مهم، هذا باك ما راهوش شغول ولا نورمال. انا خوتي ما جبتوش العام الاول قدر الله، العام الدوزيام تجيب الدوزيام، عام الدوزيام تجيبو افيك مونسيون ان شاء الله. دونك نورمال ما واش حاجه كبيره اللي تخلع ولا. انا شفت السوجي تاع ماضر تاع تطبيحه كامل سمعوا ولا خاطر صبت واش قريت صوب، دير في بالك واش قريت راح تصير، ماشي راح يجيبوا لك عفسه من الفضاء يحطوها لك. لا لا محمد وي سي سي ولا ثاني كاين عفسه نقول لهم بلي شوف يعني كي تجوز ليكزامن الاول
يعني حتى لو تكون مخدمش حتى تكون حاس روحك مخدمش ما تخليش ياثر عليك لي زيكزامان اللي راهم جايين يعني حتى ليكزامان تالي وتكون ماشي حاس بلي ماشي خدم فيهم كامل ليكزامان تالي قادر تخدم فيه خدم فيه صدقوني خاوتنا صدقوني شت كي راك غدوة داخل للباك راك عارف واش من الموديل اللي راح تخدم فيه واش من الموديل اللي ماشي راح تخدم فيه انا كنت مسيتيهم السيونس ابوندوني نخدم في المات نخدم في الفيزيك التربيه الاسلاميه شويه نقرش فيها العربيه نقرش وتجيب الباك تاعك والحمد لله ميم كانوا كاينين دي جون معانا سبحان الله هما يقراو سانتيفيك وجابوا الباك غير بتاريخ وجغرافيا ايه غير هذيك مفروغ منها هذيك خبشي وكامل سبحان الله هذه وكل واحد واش انت دير في بالك بلي عندك بوان فور مليح في الحفيظه مليح في الانجلي مليح في الفرنسي هذوما كامل عندهم يطلعوا المعدل تاعك ايه واحد وكل واحد وكيف واحد مليح في الفلسفه بين تحليل نص منهجيه وقلب هايضا غير تزهر لي خويا عبد الرزاق احيانا تزهر احيانا يعني يكون سوجي تزهر لك ساهل سوجي تاع الفيزيك ساهل ما ماغري ما تكونش تزهر لك في المار ولكن سوجي وعسى عسى شخصيا ديت 9 ونص في الفلسفه يعني قريب المار عسى واحده اخرى خاوتنا اختيار تاع سوجي تحليل النص على فكره ردوا بالكم من الخطأ تختار السوجي تبدأ في السوجي الأول بعد نص الوقت تقلب إياك ثم إياك بعناية يلي كنت تدي نص ساعة وتتخيل في السوجي نورمال اختاروا بعناية شوف ما تقلبش ما تقلبش وكي تقلب بالسوجي شد كي تخيل السوجي الأخر قطعوا ديره هكا انا ما نشوف هكا تخيل بعينيه دير فيك باللي لو فات اللي تدي معاه وقت عرف باللي راح تحلو فيه وقت قصير شوف في هذاك الوقت مع الاول تشوف السوجي انت تكون ملهوف يكون عندك بار اكزومبل اسئله تقدر تجاوبهم تروح ليهم ومن بعد تبدا تدخل في الامور حسابات خويا في الحسابات ايوا احسب ورقه يعني ليكزارسيس اللي تشوف فيه يعني فيه لي نوت بزاف في ريفيرونس هذاك يعني تخيل السوجي لا حسب راح تحل فيه بزاف ما يغشوش توا انا هكا الغاش ولا والله شوف صدقوني كي تجيب الباك وطلع لافاك وتتخرج كيما الجماعه وكامل وبلا ما نساو خويا عبد الرزاق بلا ما نساو خاوتنا اللي مقبلين على لا سوتنونس بيان سور من هذا المنبر نقول لهم بيان سور بون كوراج ان شاء الله ان شاء الله يا رب بون كوراج بون كوراج الكامل اللي راح يسوتني ان شاء الله نصيحه واحده اخرى الناس اللي تخير لي سوجي يعني تجبد سوجي دزيان باسكو انا شخصيا صرات لي هاد الغلطه تخيرت قلبت ما نمش نسمعوا فيك خويا وسيم يعطيك خويا وسيم عاود لي برك خويا وسيم دوك يزيد يقول بسم الله بالنسبه للناس اللي تخير سوجي يعني كان الموضوع الاول والموضوع الثاني انا شخصيا صرا لي ان بروبليم خويا عبد الرزاق اللي هو انه كنت نبدا في السوجي الاول ومن بعد قلبت الورقه خلطت لي في وليت نحل في السوجي الدوزيام اون طون يعني خدرك ربي دو سوجي في وقت واحد وهذه غلطه كبيره سما خاوتنا اللي خير سوجي يبعد سوجي الدوزيام يقطعوا يقطعوا كريم يقطعوا كما قال خويا عبد الرزاق ولا يكرفسوا ولا يستحفظ عليه هذه يا دونك خاوتنا واش حبيت نقول لكم والله يا خوتي غير لي مومون شابين راهم يستناو فيكم واستغلوها وعيشوا عيشوا هاللحظه شت كي تكون مستريسي هذيك عيشها لاخاطش راح تفوت وتجيبو ودائما تفكر باللي عندك فاميليا عندك ناس عندك اساتذه يا ودي كذا يا قال يا ودي فوالا جبت الباك ايه لا لا بالكبير نفرحوا بكم كامل وتفرحونا ان شاء الله وهذه هي خويا بيان سير ماذا بك تتدلي في هذا لو بوان مور الباك يعني هدرت لي خلاص ايه مور الباك وقت مور الباك شنو يديروا خويا شت مور الباك تولي تدخل تكبر في عينين باباك يماك تشوفها فرحانه شنو اللي وفرحه شنو اللي تزوج وفرحه تاع الباك فرحه تاع الباك خير من اللي نهار اللي تزوج باش تفهم ماشي مور ريزيطا مور اللي جوز مور سمانه مور اللي جوز مور اللي جوز واش يدير خويا على بالك واش يدير ارفد ارواح التيباس عندنا هنا لارهاط عندنا قورايا شينوا ارواح خويا هنا كومبي كاين مرحبا بكم في تيبازا مرحبا بهم كامل زيد وين الدوميه كاين اللي بين قالوا لي مصحابك اللي قريت معاهم عام كومبلي وارواح ما توليش حتى مور ريزولتا طالبه هاي ولا هذه حنا نشوفوا انا وعبد الاخ عبد الرزاق باش تجوزنا كيف كيف كملنا منا نروح لديريكت الدوميه منا ديريكت سولاجي وديروا في بالكم يجوز مع تالي فلسفه كي تكمل الفلسفه عبء كبير راح ينحط هذا خويا عبد الرزاق انا نشوف في الفلسفه دخلت القد ديريكت ايه خلينا ايه واش هذا نورمال خو انا كنت ضامن بصح انا والله ما ننصح ميوت وين فلسفه فلسفه نص ساعه دوك نقول يجوز مع الشيه الفلسفه من المواد اللي سا ديبون بروف سا ديبون المصحح يعني المصحح يلعب دور كبير في ماده الفلسفه دونك حتى وتكون ما قريتش حياتك قاعد تسمع بها الفلسفه اكتب اكتب لا لا شوف محمد حاجه سالت فلسفه شوف روح للتحليل نص تحليل نص ومن بعد واش المنهجيه عرفت تحط يندرج النص ضمن هكذا يا هذا ما كان هذه يا خوتنا طولنا عليكم وبارك الله فيكم خوتنا طولنا عليكم وهدرنا باش نفهموكم ربي يقدركم وربي يقدر كل مؤمن ان شاء الله وان شاء الله تفرحوا واللي جابوا ان شاء الله يفرح واللي ما جابوش زيد الدنيا طويله خويا ما يموت ما يتشوكا ما يقصروهم من البالكو ربي يقدر كل واحد
والسلام عليكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.